السلام عليكم ورحمة الله، كي دايرين؟ مع الصحة لاباس عليكم اخوتي واخواتاتي، هانيين بخير، كل شي مزيان. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبأفضل الأحوال، والله يرفع علينا هذا البلاء في القريب العاجل، والله يشافينا ويشافيكم ويشافي جميع مرضى المسلمين، والله يرحم موتانا وموتى المسلمين إن شاء الله. وقبل ما نبدأ الحلقة، وكيف ما العادة، الناس اللي مازال ما تابوناوش في القناة تابوناو دابا، ديروا جيم لا فيديو فضل الله أمرا، وضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد أعمال ديالي، وما تبخلوش عليا بالآراء ديالكم اللي كتفيدني وتخليني نستمر. هاد الوصفة هادي اللي غادي ندير لكم اليوم جات معطلة شوية، ولكن ماشي مشكل، يعني ما كانش عندي القوة والصحة والوقت باش نصيبها لكم قبل من العيد باش تاكلوها في العيد، ولكن الدنيا هانية غادي نصيبوها اليوم وقت ما جا الخير ينفع ان شاء الله. غادي نصيب معكم واحد البريوات وواحد المحينشات ولا لي سيجار، نتوما غتشكلوهم على الشكل اللي بغيتو، وانتوما غتشوفوا امامكم الاشكال اللي غادي ندير، اللي غيكونوا معمرين هما الورقه ديالهم غادي تكون بالعجينه ديال القمح الكامل مغربله وبالخميره البلديه تكون صحيه، وغادي يكونوا معمرين باش بالفواكه الجافه والفواكه المجففه في نفس الوقت، وغادي نديروهم بواحد الطريقه اللي هي زوينه. بقاو معايا باش نشوفوا المقادير والطريقه ديال التحضير ان شاء الله. هنا كي كتشوفوا معايا العجين، عندي الطحين ديال الدقيق القمح الكامل المغربل اللي ضفت عليه واحد المعلقه ونص كبيره تاع الخميره البلديه اللي سبق لي جبتها شي 3 ساعات وخليتها ترتاح، وزيت الجوز او زيت جوز الهند اللي غادي نضيف منه واحد الملعقه كبيره بحال هكاك حتى هي، وغادي نزيد لما كانش متوفر زيت جوز الهند، ماشي بالضروره نقدروا ديروا زيت الزيتون، غير حيت انا بغيت نستعمل هذا الشيء، يعني حشوه اللي هي فيها فواكه مجففه، وهذا بغيت نحيد هذاك الطعم ديال زيت الزيتون. هنا كانت عندي معلقه صغيره ديال العسل في القرعه، وضفت عليها شويه ديال الماء غير باش ننزل هذا الماء دافئ، وعندي الماء دافئ اللي غادي نضيفه هنايا باش نجمع هذا الخليط طبيعة الحال ماشي بيدي، غادي نديرو في العشانه مازال الماء سخون، غادي نضيف لنا شويه ديال الماء باش نحيد هذاك العسل اللي باقي، وغادي نضيف عليه شويه ديال الماء باش نبردو، ونشوفوا الكميه اللي غادي نحتاجو ديال الماء. هنايا ما نزربوش حتى نجمعوه بيدينا، عاد نديرو اللي عنده العجانه غيديرو في العجانه، اللي ما عندوش غادي نعجنوه بيدينا غير شويه ونخليوها ترتاح على خاطرها. اما بالنسبه للفواكه الجافه والمجففه غادي نوريكم اشنو انا اختاريت، وكل واحد يقدر يدير اللمسه ديالو. هنا كتشوفوا باقي خاصنا الماء، بالنسبه للقياس نتوما على حساب شحال باغين ديروا في الكميه، كل واحد والكميه اللي باغي يدير. نقولش لكم على واحد الرائحه ديال زيت جوز الهند، يا سلام اللي طالع دابا زوينه. بالنسبه للفواكه الجافه والمجففه كي قلت لكم ديروا اللي بغيتوا، العجينه حتى هي كديروا القياس على حساب افراد العائله. انا هنايا درت 4 ديال المغارف، هذيك البيدو او المغرف اللي تنهزوا بها الحساء، درت 4 معاهم هذا القياس اللي شفتو، والعجينه راكم عارفينها حيت باغي نورقوها خاصها ما تكونش شاده في راسها بزاف. ها هي دابا كتشوفوا معايا تجمعات، لذا غادي نخليها تعجن باش يدخل ليها الماء مزيان في العجانه، ونوريكم الفواكه اللي سبق ليا حمرتهم، بقى ليا غير نهرمشهم، وغادي نضيف عليهم بعض الاضافات باش تشوفوهم، يعني شي توابل ولا شي حاجه بحال هكا تعرفوا شنو هي ان شاء الله. بقاو معايا باش نكملوا حتى الاخر. العجينه ديالنا هي تعجنات مزيان،
شوفوا، ودهنتها بالزيت الجوز الهند، وغادي نغطيها ونخليها ترتاح واحد شويه. وندوزو تشوفوا المكونات اللي عندنا هنايا، المكونات اللي غادي نحتاجو باش غادي نعمرو هاد لي سيجار والبريوات والمحنشات هما كالاتي. انا عندي هنا اللوز بلدي، عندي كاوكاو اللي قشرته حتى هو وحمرته، عندي القرقاع، كنت ناويه ندير نوا داكاجو، زدت عليه شويه الفران وهو يمشي بحالته لدليل اسف ما غاديش نديرو. وعندي هنايا اما ديروا الزبيب اما ديروا داك الزبيب البلدي كحل، المهم يكون الحاجه المزيانه. هنايا عندي الكامبرج اللي هو يا شحال من مره قلت لكم تترسلوا لي الاخت ديالي من كندا، ها هي البواطا ديالو، هو هذا الكامبرج كيجي من كندا، هو كيفاش كيدار هذا، كينوض فوق الماء سبحان الله. لا هو غادي ناخذه، ومزيان لمرضى السرطان لانه ما فيهش نسبه تاع السكر عاليه، وثاني حاجه انه مضاد للاكسده. نزيد منه واحد شويه اللي غادي نديرو دابايا، هادشي كامل غادي نطحنهم، غير نهرمشهم ماشي نطحنهم نيلهم، لا بغيتهم منيلين كيبقى داكشي الاختيار ديالكم نتوما. انا غادي نديرهم شويه ماشي كاع منيلين كاع، وغادي نضيف عليهم زلجلان اللي درت هنايا 6 ديال المعالق كبار، انا كنفضل انني ما نحمروش غنخليه بحال هكا. وعندي ايضا هنايا شويه ديال الكوك اللي هو جوز الهند مبشور. هنايا شحال عندي ديال جوز الهند؟ عندي واحد 4 ديال المعالق كبار، وغنحتاجو ملعقه تاع القرفه صغيره، وغادي نحتاجو العسل الحر. هنا غادي ناخذ واحد المعلقه وحده ديال العسل الحر اللي غادي نعاود نزيدها هنا باش تعطينا واحد شويه ديال الحلاوه. بركه كاين عندنا الكامبرج ما محتاجينش الحلاوه بزاف ان شاء الله. واللوز ايفيلي اللي غادي نحتاجوه في التزيين من الفوق ان شاء الله، وبقاو معايا باش نكملوا الوصفه ديالنا ان شاء الله. بما دابا يا كترتاح لينا العجينه ندوز نطحن هادشي. هذا هو القوام ديال الفواكه الجافه ومجففه من بعد ما طحنتهم، خليتهم بحال هكا. بطبيعه الحال داك الكامبرج راه ما طحنش داك الطحين نيت، وانا اصلا ما بغيتوش يطحن ليا بزاف، خليته بهذا الشكل. الان غادي نضيف عليهم داك الجلجلان، وغادي نضيف الكوك او جوز الهند، وغادي نضيف القرفه، غادي نمزجهم مزيان مع بعضهم، عاد عفوا غادي نضيف العسل. علاش؟ باش تمزج لينا القرفه بعدا كاينه مزيان والمكونات، عاد نضيفوا العسل اللي بغينا نديرو. انتوما غادي تشوفوا لا جاني ما متماسكش بزاف، نقدر ندير جوج معالق حتى ثلاثه ديال العسل الحر. كاين اللي غيقول لك لا حنا غنخافوا من العسل، لكن العسل حر ومتاكدين منه حر، اللي يعني انتوما الناس اللي عاطينو لكم واثقين منه ما تخافوش منه. واصلا حنا ماشي غادي نديرو بزاف، راه ثلاثه ديال المعالق راه ماشي شي حاجه كثيره. ها هي العجينه ديالنا من بعد ما ارتاحت، ناخذوها نشكلوها كويرات صغيورين على حسب الحجم اللي نتوما غادي ديروا. نتوما غادي تشوفوا معايا كيفاش غنصايب هادشي.
والان غادي ندخلهم للفرن باش يطهاو ليا. بالنسبه للفرن على حساب كل واحد والفرن ديالو، غادي بطبيعه الحال نحمرهم من التحت عاد غادي نحمرهم من الفوق، وغادي نديرهم على 180 درجه. وكان هذا هو الشكل النهائي ديال المحنشات والبريوات والسيجار، وكيف كتشوفوا درت على شكل مسيمنات صغار ايضا اللي عمرناهم بهذه الحشوه وخرجتهم من الفرن. غير للذكر فقط انايا قبل ما نصور لكم هذا الجزء الاخير ذوقتهم، غادي يجيكم شويه مسوسين، لذا اللي بغى يضيف شويه تاع العسل يضيف العسل، ما تخافوش حيت مع ماشي غادي ناكلو مثلا ديك الكميه كامله ديال العسل دفعه واحده، وانما هي غادي يتفرق على كل هاد المكونات. وكنقدمهم لكم بالصحه والراحه. ايوا سيادنا، كنتمنى تكون هاد الوصفه هذه ولا هاد لي سيغار والبريوات عجبوكم ونالوا الاعجاب ديالكم. ان شاء الله تجربوهم وتعطيوهم للعائله والوليدات ديالكم، ولا اللي عنده شي ناس مرضين في الدار وكيتشهاو حتى همايا ياكلوهم بالصحه والراحه ان شاء الله. ونتلاقاو ان شاء الله في حلقات اخرى. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. الى اللقاء.